خلينا دلوقتي نصبح على زميلتنا دينا شرف ونروح نتعرف منها على اخر اخبار الطقس والمرور في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير على السعاده وتفرق المصريين في كل مكان. حر شويه ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره النهارده، واحنا كمان يعني الدكتوره منار يمكن قالت لنا ان في بكره كمان بعض الرياح والرمال والاتربه، بس خلينا النهارده هيتعرف طبعا عن حاله الطقس. لكن خلوني في البدايه اخدكم في جوله مروريه وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدات تنزل دلوقتي. هنبدا معاكم من محافظه القاهره، وخصوصا ان الكثافات بتبدا تزيد مع دخول ساعات الذروه الصباحيه. ولو بدانا من الكورنيش هنلاقي كثافات مروريه متقطعه من المظلات باتجاه منطقه وسط البلد. اما الكورنيش المتجه الى المؤسسه ففي سيوله مروريه. كوبري اكتوبر المتجه للعباسيه هنلاقي هناك بعض الكثافات المروريه المتقطعه حتى غمره. اما اللي مكمل في اتجاه العباسيه هنلاقي كثافات بسيطه بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. في كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ده بسبب زيادة أحمال للسيارات. وكذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة. وظهرت كمان كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران، ده وصولا إلى الدائري. ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين. هتفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو في بعض الكثافات، لكن بالنسبة لنفق الأزهر ففي انتظام للحركة وسط سيولة مرورية في الاتجاهين. في كثافات بسيطة على الكورنيش من معادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى القصر العيني. وبتظهر كمان كثافات مرورية على الدائري منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة، ده عبر الطريق الزراعي. ونفس الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع. في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. نروح معاكم لمحافظة الجيزة وبيشهد شارع الهرم كثافات مرورية، ده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفطة ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. اللي جاي من دائري منيب متجه إلى ميدان لبنان أو مهندسين بيفضل أنه يسلك محور الفريق كمال عامر، ده بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. ولو رحنا شارع فيصل فبيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. محور 26 يوليو في سيولة للقادم من أكتوبر، ده بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الآخر المتجه إلى كوبري أكتوبر أو لمنطقة 6 أكتوبر في سيولة مرورية، وده أيضا بعد الانتهاء من التوسعات. أما القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو ومحور رود الفرج. بيشهد كمان الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي حتى ميدان الجلاء. وفي كمان بعض الكثافات أعلى دائري مريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. نروح معاكم لمحافظة القليوبية والقادم من الزراعي، بتظهر فيه كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي، ده قبل طريق الدائري لكن أصبحت أقل من المعتاد. وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق، ده لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت أيضا حركة السيارات في الطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريق إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري أها بيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة، ده بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كمان انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، ده وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. أما القادم من طريق شبرا بنها ومتجه إلى مدينة نصر ومصر الجديدة بيسلك محور الفريق العصار ويختصر ليه وقت طويل. أما الطريق الدائري بشكل عام كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيه كثافات بسيطة. نكمل جولتنا المرورية ونروح بورسعيد، هنلاقي فيه سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة
أو النتيجة المعتادة طبعا في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية، ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. من جولتنا المرورية هناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس غائم جزئي على بعض الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 41، وأقل درجة حرارة في مطروح 25 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.